نبدأ على بركة الله وبالحديث على آخر ثلاثة مباريات هي جماعة الفريقان. كان هنالك انتصار، اللعبة ملعوبة، الله، البحث عن البداية الأولى، البحث عن البداية الأولى، عن البداية الأولى في أحداث هذه المباراة. شوف العرضية، الكرة الماضية، لكن الخطأ، الخطأ، لا تلعب بالنار تحرق أصابيع. محاولة من جديد، أسامة عرضية، اللعبة قائم ثاني، محاولة تصويب، الله الله الله، تغلب أبناء بوصارة في خمسة مواجهات مقابل فوزين للمولودية، فيما تعادل في ثلاثة مواجهات أخيرة، الله على السيناريو. لكن عدت المحاولة، اتخلصت، عاد تمادو، ما زالت الاتحاد يبحث عن الدور، يبحث عن البداية الجميلة في أحداث هذه المباراة. تصويب، الله الله الله، الوصول من اجل الاعطاب، التصويب، الكرة، وين؟ الله الله على اللعبة الماضية، لكن عدت من اطار المرمى. لكن المولودية يعطيك شخصية انه ليس متواجد على مستوى المركز، المراكز الوسطى في احداث هذا اللقاء. خلص فاروق في الكرة الماضية، لكن التخليص الكبير ان يكون، الله 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 على الكرة، ما زالت قائمة، الله في الكرة الماضية، كادت أن تعبر على الوصول، لكن مرتدة مرتدة مرتدة، انطلاقا، لعبة لمصلحة الاتحاد، يا سلام يا سلام، من أجل الوصول، الرد على الهجمة العرضية، الله الله، الكرة وين؟ الكرة وين؟ الكرة ضاعت، ضاعت اللعبة الماضية، الكرة الماضية عدت، الله على مباراة، الله على إعطاء. شوف العرضية حضرت عن طريق وكانت بارتداد سريع. شوف معاي شوف معاي شوف معاي، الرأسية هي حضرت عن طريق عبد الرحمن، يغيب تماما، هو يظهر على بعض الدقائق، لكن في أغلب الدقائق عزيزي المتابع تظهر بالرتم السريع. لكن يا سلام، الله الله على كرة، لعبة من جديد، محاولة، يا سلام، الشوط الأول، شوف المرور، شوف المرور، عدى من فاروق، عبر من فاروق، الباك اليسار يظهر في أرضية الملعب، لعبارة كان يبحث عن زميل، يعطي المباراة أكثر إثارة، أكثر حماس، أكثر تشوق. حتى الآن عزيزي المتابع ندخل على مستوى الرمق الأخير في أحداث الشوط الأول، لكن لرفض العودة إلى غرف الملابس بنتيجة سلبية، كرة ملعوبة، الله الله الله، وأن يعود مرة أخرى لسيناريو هذا اللقاء الكبير جدا ما بين الفريقان. يبحثان عنا في أحداث هذا اللقاء. الاتحاد يدخل شوط ثاني، صورة كبيرة جدا وصورة رائعة في أحداث هذه المواجهة. الكرة العالية، الرأسية، الله 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 على اللعبة الماضية في سلسلة الدوري الطويلة جدا. الكرة ملعوبة على طريق عبد الكريم، تصويبه، وين؟ بعيدة تماما،
في أرجاء العاصمة، لا تعطيني أي بطولة على الموسم، انتصر على الغريم التقليدي، هذا هو أهم شيء على مستوى راية الديربي. الكرة ملعوبة عن طريق بودربال، محاولة لمصلحة الاتحاد من أجل العودة مرة أخرى. لعبة، يا سلام يا سلام يا سلام، مرور لكن ما زالت الله، يا سلام يا سلام، لا تعطيني أي نقطة، انتصر على الغريم التقليدي، الاتحاد يعود من جديد عبر البوابة الكبيرة عن طريق ال 14 عبد الكريم، يسجل عبد الكريم، يعود بالاتحاد مرة أخرى، يعود باتحاد العاصمة من جديد في ديربي العاصمة الكبير. الجماهير تولع في أحداث هذه المباراة. شوف العرضية من اللعبة الماضية، كان على المرور، من كان على المرور، من كان على التمرير، عبد الكريم للنهاية السعيدة، للكلمة الرائعة، هو الـ11 عبد الرحمن. شوف عبد الرحمن، عدى عبد الرحمن تمريره في اللعبة الماضية، اغلق الكرة الماضية لكن راحت لمصلحة الاتحاد، تقدم عبر النتيجة. تواجد اللاعب مهدي من الناحية اليسرى، كثافة عددية للخطوط الأمامية، هنا راسية لكن عدت المحاولة، ما زالت عن طريق العمارة من يتواجد الرقم 3، العرضية للقائم الثاني تعود عن طريق المهاجم، يعود لخط الدفاعات، لعبة راسية، كرة هوائية، الله 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 الله، رغم المشاكل ورغم الألم ما زال المولودية بالصملة، الضربة التي لا تقتلك تزيدك قوة، تزيدك قوة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الجول الثاني، سفيان سفيان سفيان، هو على دور التسجيل، الكرة العالية، شوف الراسية، شوف سفيان، شوف سفيان، شوف سفيان، عرضية مهدي، سفيان بالراسية، المولودية يعود للتقدم، يعود للتقدم من جديد. الله على مباراة، الله على سيناريو، الله على شغف، الله على حماس. لكرة خطأ يحتسب حكم المباراة مهدي عبيد في أحداث هذا اللقاء. العيون التي تتابع والأنظار التي تترقب تنظر على متعة كروية جميلة جدا عبر قنوات الكاس. يا سادة الكرام، كرة ملعوبة، الله الله على الكرة الماضية، المولودية. يبدأ الشوط الثاني، رقم استقبال هدف أول من فريق الاتحاد، هنا محاولة كانت عن طريق منصور لأرضية الملعب. 2-1 لمصلحة المولودية، الدفاعات الرائعة لكن صوتها ما زال يعلو على مستوى جنبات أرضية الملعب. الكرة من جديد ملعوبة لكن اتخلصت لكرة خطأ لمصلحة الاتحاد في مكان خطير جدا. خلف الكرة شريف، هنا تصويب، الله، يبحث عن لعبة راسية، عن كرة هوائية، لعبة للقائم الثاني لكن اتخلصت إلى عن طريق سفيان، محاولة، يا سلام، باتجاه مهدي ولكن يعود على مستوى التغطية في الكرة الماضية. شريف لكن اتخلصت في اللعبة الماضية. 2005 انتصار فريق المولودية على حساب الاتحاد بنتيجة 2-1 ايضا. الان من اجل حصاد، الان من اجل عودة، من اجل عودة، الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بن يحيى بن يحيى بن يحيى، يحيى امال الاتحاد ويعود من جديد للمباراة. 2-2 2-2، الاتحاد يعود مرة أخرى على أحداثه
الكاب وفي القمة الكبيرة، نتيجة 2-2 تتواجد على مستوى هذا المساء. لكن اوهو لم تتواجد، لم تتواجد، ان في الكلام غير الحديث، اعطي إثارة اخرى، اعطي كلمة اخرى. مهدي، مهدي عبيد يعطي ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها مهدي لمصلحة المولودية، لمصلحة المولودية. يا سلام يا سلام يا سلام، هو من يتواجد، اللاعب مهدي يقدم كل شيء في أرضية الملعب، متسبب في ركلة الجزاء. هو دفع، هنا دفع، اليد اليسرى تدفع، اليد اليسرى تدفع، وان يهتز الشباك واحد على واحد لعمارة. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لعمارة للمولودية يعود من جديد عبر بوابة التقدم، هدف ثالث، هدف ثالث لمصلحة المولودية. لعمارة يشعل للمدرجات، يولع الأمور.